بتنظيم من الاتحاد العماني للفروسية انطلق أسبوع الفروسية بخريف ظفار الذي يستمر حتى يوم الأربعاء 3 أغسطس القادم، حيث ستقام مجموعة من الأنشطة والفعاليات الخاصة بالخيل مثل تنظيم عدد من المناشط والفعاليات الخاصة بالقدرة والتحمل والتقاط الأوتاد وتدريب النشئ على ركوب الخيل. مثل ما شاهدت اليوم يعني كان في عدد الحمد لله جدا ممتاز مشاركين. مثل ما تعرف سباقات القدرة والتحمل أصبحت من السباقات المحبوبة جدا في محافظة ظفار. هناك كثير من الشباب أصبح لهم هذه الهواية ويمارسوها بشكل مستمر. بالنسبة للمواسم القادمة إن شاء الله راح أيضا نزيد من عدد المسابقات، كونه أيضا عدد الفرسان أيضا في ازدياد الحمد لله. وشهد السباق إقبالا كبيرا للمشاركة من مختلف مناطق سلطنة عمان، تنافسوا في سباق القدرة والتحمل لمسافة 100 كيلومتر بشاطئ خور الدهريز. شعور ما يوصف صراحة، يعني انت مشارك وكذا، يعني تحس فرحة يعني من ذاك التعب، بعد التعب راحة، والواحد يسعى ويحاول انه يطمح في الاشياء اللي هي تكون قدام نفس ما يقولوا، والحمد لله رب العالمين شاركنا المشاركة الاولى وحققنا المركز الاول. المسار طيب، اول مرحلة كان بيز عالي طبعا، ومن المرحلة الثانية بدأ ينزل البيز، والحمد لله رب العالمين واصلنا لين اخر المرحلة. من بعد اخر مرحلة تقريبا 500 كيلو وصار المنافسة ما بين 3 لواين. كما يحرص الاتحاد العماني للفروسية على نشر رياضة الفروسية، وذلك من خلال تعليم النشء الشغوفين بممارسة رياضة ركوب الخيل، حيث سيتم إطلاق دورة تدريبية للناشئين وتعليمهم أساسيات الفروسية بالتعاون مع مدرسة السعادة للفروسية. من محافظة ظفار، حسين بن علي حردان.